جولة على المشهد الاقتصادي مع زميلة رنا عبود. مساء الخير رنا. طبعا اليوم يعني الموضوع الاقتصادي ما فينا كتير يعني وسط الجو القائم، ولكن كان في شيء ملفت اليوم، كيف قدر القطاع الصحي انه يصمد او يكمل وينهض يعني صحيح. ويقوم بالواجب حتى الساعة، على الرغم طبعا في الخطة اللي وضعها وزير الصحة او الحكومة ووزارة الصحة عمليا، شو التفاصيل؟ يعني بدنا نقول انه رغم القدرات المادية الكتير قليلة والضئيلة يلي عنده، ورغم انه في ازمات كتير كبيرة بلبنان مش بس هلأ من 2019 وكورونا لليوم، قدر القطاع الصحي والطبي والطواقم الطبية انها تصمد بظل هذه الازمات، وراح نشوف التفاصيل. مساء الخير. بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي طالت الضاحية الجنوبية، أظهر القطاع الصحي تماسكا وقدرة واضحة على إدارة الأزمات، وهو ما يبين قوة هذا القطاع على الرغم من إمكاناته المحدودة والمشاكل التي يعيشها أسوة بسائر القطاعات. أثبت لبنان أنه بيمتلك إدارة صحية كتير مهمة، خاصة بعد 2019 مع الانهيار الاقتصادي. مرق لبنان بعدة أزمات كبيرة، منها موضوع كورونا، وبإضافة لانفجار مرفق بيروت، وحاليا الحرب والعدوان اللي عم بيصير على لبنان. بأي دولة تانية هذه الكوارث الكبيرة بتعمل أزمة هائلة. اليوم في شيء جيل جديد كتير مهم عم يقدر يستلم، وتبين انه الواقع الصحي بلبنان بالتصنيف العالمي وحتى بالتصنيف الموجود بعضه من اهم الواقع والبنى التحتيه الاساسيه الصحيه بكل المنطقه. لذلك اي خطه اقتصاديه قادمه للبنان لازم تاخذ بعين الاعتبار انه تكبير الاقتصاد جزء مهم منه الواقع الصحي اللي عم بيحقق نجاح كبير، واللي عم بيعيد الثقه بلبنان، وبيعطي صوره كثير مهمه قد ايه الواقع العلمي الصحي، وبالاضافه الى قطاعات ثانيه كثير مهم خاصه على صعيد الأطباء والممرضين والإسعافات والإدارة الصحية المتكاملة في ظل الكوارث اللي صارت. تعتزم مصر زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي بنسبة 20% اعتبارا من تشرين الأول المقبل، لتصل إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميا، ما قد يساعد القاهرة على الحد من وارداتها من الغاز المسال خلال فترة الشتاء، مع الإشارة إلى أن واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي زادت 18% بدءا من الشهر الجاري، لتبلغ ما يقارب مليار قدم مكعب يوميا حاليا، مقارنة مع 850 مليون قدم مكعب يوميا في تموز الماضي. كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه يتم استبدال الدولار تدريجيا بالمعاملات الدولية عبر التحول للعملات الوطنية، مشيرا إلى أن عصر الدولار يتجه بالفعل نحو نهايته. وأضاف في تصريحاته لشبكة سكاي نيوز عربية أن مجموعة البريكس تعتمد على مبدأ التوافق والإجماع، كما أوضح أن العلاقات بين روسيا والصين في أفضل حال، لكنهما ليسا بحاجة إلى إنشاء تحالف عسكري على غرار حلف الأطلسي. وحول علاقات بلاده بالدول العربية قال: لدينا علاقات جيدة جدا مع الدول العربية، ونقدر تعاوننا مع الإمارات والسعودية وقطر ودول الخليج. وهذا الخبر نوصل لختام فقرتنا. سمر، شكرا لك رنا.